أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، هذه إحدى الأخوات تقول: ما هو علاج الهم والحزن والضيق والكرب؟ علاجه بذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الورد في الصباح والمساء، وأهم من ذلك كلها المحافظة على الصلاة، محافظة على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء يلجأ إلى الصلاة، إذا أهمه شيء يفزع إلى الصلاة، فريضة أو نافلة يلجأ إلى الصلاة، وبها يستريح بإذن الله.